قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إشاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فيه بيان عقيدة السنة والجماعة في أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر من المسلمين. يبين المؤلف رحمه الله أن عقيدة السنة والجماعة في الموحدين الذين يرتكبون الكبائر ويموتون عليها من غير توبة أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عفى عنهم وغفر لهم بتوحيدهم وإسلامهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبهم بذنوبهم على قدر جرائمهم ثم يخرجون منها إلى الجنة، كما قال الله عز وجل في كتاب مبين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا عذبوا في النار فإنه يخرج منها، في النهاية لا بد أن يخرج منها إما بشفاعة التابعين أو برحمة آخر واحد. فتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل النار جملة من أهل السبع، مؤمنون موحدون مصلون، ولا تأكل النار وجوها أثر السجود، فيعذبهم الله مدة ثم يخرجهم. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، كذلك بقية الأنبياء يشفعون، وكذلك الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والصالحون يشفعون، وتبقى والشهداء يشفعون، وتبقى بقية لا تنال لهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. فيقول الرب سبحانه وتعالى: شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولم يبقى إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لن يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، هذا مثل باطل أنكره عليهم أهل السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم، لأن النصوص في إخراج العصاة من النار متواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالواجب على المسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يعتقد ما يعتقد أهل السنة والجماعة، لأن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار خلاف الخوارج المعتزلة الذين يرون أنه يخلد في النار، وهذا مذهب بعض الخوارج عندهم أن الزاني يكفر ويخلد في النار، من شرب الخمر كفر وخلد في النار، وكذلك المعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلون في الكفر لكن يخلدون في النار. فالخوارج من تعامل بالربا عند الخوارج المعتزلة كفر وخلد في النار كالكافر، سواء بسواء نعوذ بالله، من عقى والديه كفر وخلد في النار، وهذا مذهب باطل. قالوا السنة والجماعة ضعيف الإيمان، لا يعني يكفر لكن ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان ولا يخلد في النار، هو تحت المشيئة إن شاء الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرج. كما قال المؤلف رحمه الله هنا قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت وكبائر فإنه لا يكفر بها. هذا ما عقيدة أهل السنة والجماعة. من الذي يقول يكفر بها؟ الخوارج المعتزلة. وإن خرج من الدنيا غير سائل منها، هذا هو محل النزاع، محل النزاع إذا خرج من الدنيا غير سائل. أما من فعل كبيرة ثم تاب، تاب الله عليه، هذا بالاتفاق. من تاب تاب الله عليه قبل الموت. حتى الشرك والذنوب، من تاب من الشرك تاب الله عليه قبل الموت. الله تعالى عرض التوبة على المثلثة، النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك عرض الله عليهم التوبة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة
وما من إله إلا إله واحد وإلا ننفه عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. التوبة تذب ما قبلها جميع الذنوب، ليس هناك دم لا يغفر أبدا. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لمن تاب، أجمع العلماء على أن هذه الآية التائبة، من تاب تاب الله عليه، لكن محل حتى عند الخوارج والمعتزلة، لكن محل النزاع من مات على كبيرة من رئيس الله، هذا محل النزاع. أهل السنة يقول عنده رئيس الإيمان ناقص الإيمان ورئيس الإيمان وتحت المسيح، قد يعفى عنه وقد يعذب، قد يعذب في قبره، قد تصيب الشدائد وهول في موقف القيامة، وقد يعذب في النار وقد يعفى عنه. أما الخوارج والمعتزلة يقولون كافر ومخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الأمر حتى لا يقع في معتقد أهل البدع. يقول مالك رحمه الله وإن خرج من الدنيا غير سائر منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله جنة يوم القيامة سالما غانما غير ملقن بالنار ولا معاقب على ما اكتسبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عفى عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده في ذلك، وإن شاء عاقبه، وإن شاء عاقبه وعذبه، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده في ذلك، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. الدليل على هذا الآية الشريفة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في غير التائبين، فإن الله سبحانه خصر عليه، خفر على خفر الشرك في أنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أنه يثق في التائبين. أما آية الزمر وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية في التائبين. أما آية النساء ليست في التائبين، في غير التائبين، لأن الله خف وعلق، خف ما دون خف الشرك في أنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة. وأما آية الزمر فإن الله عمم وأطلق، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، من تاب فإن الله يغفر ذنب، من تاب توبة نصوحة، لأن أقلع عن الذنب وندم عليه وعزم على أن لا يعود إليه ورد المظلمة إلى أهلها، وكان قبل الموت وقبل طلوع الشمس من المغرب إلى آخر الزمان، يعني الشروط، إذا وجدت الشروط فإن الله تعالى يغفر توبة، يغفر الذنب من أي ذنب كان. نعم. كان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار إنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منفوسا في السلاسل والأغلال والأنسال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل، على الرجل، على الرجل، فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنفيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا،
ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله. ييأسون عندك همزة ييأسون قال ابتداء الهمزة على الواو هو الأصح لغة لأن ما قبل الهمزة فيه ضم محتمل ييأسون عندك الهمزة بين بين لكن يا عين قبل الهمزة أو الهمزة بين الياعين هذا نصف نصف الثاني هي عشان نعم طيب نعم متفق نعم ولا يرجون راحة بحال ولا يرجون لا نقرب يعشون كفار لا يعشون ولا يرجون نعم. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال فعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. نعم هذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن شيخه سهل بن محمود السعودي رحمه الله يبين فيها الفرق بين المؤمن العاصي الذي يعذب بالنار والكافر. قال بينهما فروق ثلاثة. الفرق الأول أن الكافر إذا دخل النار يلقى منكسا على رأسه يدفع ويلقى منكسا في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في السلسلة يؤتى به ويقذف في النار على أم رأسه ويدخل في السلسلة سلسلة من النار ذرعها 70 ذراعا في السلسلة. أما المؤمن يدخلها على رجله يدخلها مثل السجين اللي يدخل في الدنيا يدخلها ويمشي على رجله يمشي على رجله ويدخل النار. أما الكافر ينكس فيها تنكيس على أم رأسه يلقى في يقذف فيها قذف نسأل الله العافية. المسألة أو الفرق الثاني أن الكافر تغمره النار من جميع الجهات وتحرق بدنه يصلون فيه يصلون. أما المؤمن فهو لا تغمره من جميع الجهات بل تلهبه النار على حسب أعماله تلهبه لهبا قد تصل النار إلى ركبتيه إلى كعبيه إلى حقوه على حسب معاصيه. أما الكفرة من جميع الجهات تغشاهم النار لهم من جنة جهنم مهاد وفوق غوث يصلون من جميع الجهات. الأمر الثالث أن الكافر ييأس من رحمة الله ليس له طمع في أن يخرج من النار بل هو يائس أبدا أبدا. وأما المؤمن فإنه لا يأس يرجو رحمة الله ويرجو الخروج من النار لأن خروجه مؤقت لأن دخوله مؤقت دخوله مؤقت لأن المؤمن الموحد أصله الأصل أنه من أهل الجنة خلق في الجنة لكن هذه المعاصي خبث لا بد أن يطهر منها منهم من يطهر منها بعفو الله فإذا عفى الله عنه طهر منها وإذا لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار يطهر مثل النجاسة التي تسد الثوب والبدن لا بد من غسلها. فنجاسة المعاصي تغسل بالنار إذا لم يعفو الله عنه حتى يغفر فإذا طهر أخرج منها بشفاعة الشافعي أو برحمة أرحم الراحمين. هذا كلام إيش أبو الطيب يقول إن الفرق بين دخول الكافر ودخول المؤمن من ثلاثة أوجه. ننظر إلى الكلام يقول وكان شيخنا الإمام أبو الطيب رحمه الله يقول المؤمن المذنب وينعذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والعسال والثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على رجله على رجله مو على أم رأسه. الكافر ينكس على أم رأسه والمؤمن العاصي يدخل النار على رجله من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى فيها إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله جميع الجهات وكلما نضج جلده قدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بين الله في كتابه في قوله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. يعني من جميع الجهات كلما نضج جلودهم
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا تبديل تبديل تجديد يعني يجدد الجلد. وما يأخذ بجلود أخرى نفس الجلد يعني يجدد يعني يبدل يعني يجدد كلما رد جدد من جديد حتى يستمر في العذاب إن شاء الله سبحانه. وأما المؤمن فلا تلتح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء الشرير ما تلتح وجوههم النار. الكافر تلتح وجهه النار والمؤمن لا تلتح وجهه النار. المؤمن المصلي ما تأكلنا موضع السجود الجبهة واليدين والركبتين ما مكان السجود ما تأكله النار تأكل بقية في صدره. أما الكافر غير مصلي تلفح النار من جميع الجهات نعوذ بالله. ولهذا قال المولى وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تخلقوا أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المتفقين وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وفي اللفظ الآخر كل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخرج الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. الكافر مخلد خلود مؤبد والمؤمن العاصي لا يخلد. وإن خلد إن طال مكتوس بعض العصاة يطول مكتوس لكن يخلد خلودا مؤمد له أمد ونهائي. وخلود الكفار خلود مؤبد لا نهاية له وخلود المؤمنين خلود مؤمد له نهاية. ولهذا قال الله تعالى في القاتل مخلد خالدا فيها. فالخلود خلودا خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفر. والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية هذا خلود العصاة الذين اشتدت جرائمهم أو كثرة. ولهذا قال ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله يعني المؤمن العصاة الذين دخلوا النار فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال. وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة النهاية حسنها لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. نعم. اختلف هذا الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام الخبر الصحيح. بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها. لا يكفر إلى أنه لا يكفر. نعم. إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فتارقه ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له. نعم. هذه المسألة مسألة عظيمة وهي مسألة حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا. ما حكمها؟ مسألة عظيمة وجديرة بالعناية والبحث ولهذا اعتنى بها العلماء. أما من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين ليس محل النزاع. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين حتى ولو صلى. إذا جحد وجوب الصلاة فلا كافر ولو صلى. لو صلى ويجحد الصلاة حتى لو جحد الزكاة كفر ولو جحد. لو جحد الصوم كفر يقول الصوم هو واجب من شاء الصوم من شاء له يكفر بإجماع المسلمين. أو جحد تحريم الزنا يكفر ولو لم يزن. جحد تحريم الربا يكفر ولو لم يرافق. جحد شرب الخمر يكفر ولو لم يشرب الخمر. هذا ليس محل النزاع. واضح. من جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه هذا كفر بالإجماع ما في خلاف.
يجمع المسلم. من جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج مما هو أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه هذا يفرض الإجماع، أو جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، تحريم جحد تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم حقوق الوالدين. لكن الشيء المختلف فيه ما يحكم، لو جحد الوضوء من أكل لحوم الإبل ما يحكم لأنه في خلاف فيه، بعض العلماء يرى الوجوب وبعضهم لا يرى الوجوب. لو جحد تحريم الدخان هل يكفر؟ نقول ما يكفر لأن مثلا فيها شبهة، وإن كان الصواب أن الدخان حرام لكن بعض الناس يشبه، بعض الناس له شبهة، وبعض الناس يجد من يفتيه من غير هذه البلاد من يفتيه بأن الدخان ليس بحرام، فلأجل الشبهة لا يكفر. لكن تحريم الخمر ما فيه، من جحد تحريم الخمر هذا مجمع على التحريم، هذا بالإجماع. محل النزاع الذي ذكر المؤلف رجل ترك الصلاة وهو يؤمن بوجوبها ويعتقد أنها واجبة وأنها فريضة لكن كسل وتحاول، حمله على الكسل والتحاول ويعتقد أنها واجبة ويعلم أنها واجبة، ما حكمه؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ فيها قولان لأهل العلم في هذه المسألة، قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة، ونقل الإجماع على هذا إجماع الصحابة التابعي الجليل عبد الله بن سخيط العقيلي، فإنه قال رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. إذا هذا إجماع، نقل عبد الله بن سخيط العقيلي التابعي الجليل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة، ونقلها ايضا محمد بن اسحاق بن راهويه الامام المشهور، اسحاق بن راهويه الامام المشهور قرينه الامام احمد رحمه الله، نقل اجماع العلماء على تفسير تارك الصلاه كفر، ونقل الاجماع ابو محمد بن حزم رحمه الله، نقلوا الاجماع على هذا. اذا الصحابه اجمعوا على ان من ترك الصلاه كفر كافر كفرا بكل دنيا، واضح هذا؟ وهو مذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، واحد الوجهين في مذهب الشافعي، ومذهب جماعة كبيرة من السلف، حكم الرهوية وعامر الشعبي وأبي عمرو الأوزاعي، وجماعة عدد كبير من التابعين والأئمة، وهو الذي تدل عليه النصوص صريحة، من النصوص الصريحة التي تدل على كفرة الصلاة ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وجه الدلالة من وجهين: الوجه الأول أنه أتى بالكفر على الكفر، وهذه تفيد الاستغراق، لو كان كفرا أصغر لأتى بالكفر المنكر، مثل حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسل، فعل إذا دخلت على الكفر دلت على الاستغراق وأن المراد الكفر. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر وبين الإيمان، البينية فصل بين الشيء وغيره، بين كذا وبين كذا، بين الرجل وبين الكفر. إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا بين إيش؟ بين الكفر وبين الإيمان. وكذلك أيضا من الأدلة حديث الذي رواه البراجة بن الصخيب رضي الله عنه، رواه أهل السنن والإمام أحمد بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فجعل الصلاة حدا فاصلا بين مسلم وكافر. ومن الأدلة الصريحة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن براءة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو كافر، المؤمن لا يحبط عمله بالمعصية. فلما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بحبوط العمل دل على أنه كافر. الدليل على أن الذي يحبط عمله كافر قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الذي يحبط عمله من هو؟ الكافر.
ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وعضي بن خلف رؤوس الكفر. فكون يحشر مع هؤلاء الكفرة فهي على مكافر مثلهم. قال العلماء إنما يحشر مع هؤلاء الأربعة لأنه إن اشتغل عن الصلاة في رئاسته وملكه حشر مع فرعون ملك مصر الذي ادعى الربوبية، وإن اشتغل عن الصلاة بوزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن اشتغل عن الصلاة بأمواله فإنه يحشر مع قارون صاحب الأموال بني إسرائيل، وإن اشتغل عن الصلاة بتجارته وشهواته ووظائفه حشر مع عضي بن خلف. فهذا يدل على كفر تارك الصلاة. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن الشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. المراد بالأئمة ولاة الأمور، الولاة خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا نبيلهم بالسير مثل الشرار ويتلعنون ما نقاتلهم بالسير؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، يعني لا تقاتلونهم ما داموا يقومون الصلاة. هذه الجملة لها مفهوم ولها منطق، منطوقها أنهم إذا أقاموا الصلاة فهم مسلمون لا يقاتلون، ومفهومها أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فهم كفار يقاتلون. ويدل على هذا أيضا الحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم في قصة في المنع من الخروج على الأمراء، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال منع من الخروج على وجه النور، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كفر بواح عندكم من الله فيه برهان ثلاث صور. وهنا قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. إذا جمعت بين الحديثين حديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة وحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، دل على أن ترك الصلاة كفر بواح. واضح هذا؟ هذه الأدلة واضحة وصريحة، وهذا إجماع الصحابة وإجماع العلماء. أما المتأخرون ذهبوا إلى أن ترك الصلاة كفر أصغر لا يخرج من المدة، وهو مشهور عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي المتأخرين، ذهبوا إلى أن كفره كفر أصغر، واستدلوا بأنه مؤمن لا نجعله كالكافر، قالوا مؤمن مصدق ما دام مصدق لا نجعله كالكافر، واستدلوا أيضا بإيش؟ بنصوص فضل التوحيد وأن الموحد لا يخلد في النار، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من يسأل بما في إشراك يا رسول الله قال ما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ مخلصا وفي لفظ خالصا وفي لفظ غير الشاهد. والحديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. واضح هذا؟ وهناك حديث ضعيفة يستدل بها، والجواب عنها الجواب أن هذه الحديث التي فيها فضل التوحيد مقيدة بعدم ترك الصلاة، لأن أداء الصلاة شرط في صحة التوحيد. نقول من ترك الصلاة فهو ليس بموحد. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هل يمكن أن يكون إنسان يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الصلاة وجه الله ويترك الصلاة؟ ما يمكن. فإذا الصلاة شرط في صحة التوحيد والإيمان، فنقول من لم يصلي ليس بموحد ولا مؤمن، وتنتقم عليه كلمة لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله ولم يصلي بطلت، مثل لو قال لا إله إلا الله ثم سب الله وسب الدين وسب الإسلام، يبقى التوحيد ولا يذهب؟ كيف شخص قال لا إله إلا الله
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، ثم سب الله أو سب الرسول وسب الدين، هل يبقى موحد ولا تنتقل؟ ينتقل التوحيد، ينتقل التوحيد. كذلك من قال لا إله إلا الله ولم يصلي انتقل التوحيد، ترك الشر. كما من صلى ولم يتوضأ هل يصح تصح الصلاة؟ لماذا؟ لأن الطهارة شرط في الصلاة، وكذلك الصلاة شرط في صحة التوحيد. من قال لا إله إلا الله ولم يصلي لم يصح التوحيد ولا إيمان. وبهذا يتبين أن القول بكفر تارك الصلاة كفر وتهاونا هو الصواب. أما القول الثاني يقول يكفر كفر أصغر، واتفقوا جميعا على أنه يقتل، اتفقوا على أنه يقتل. لكن من قال أنه يكفر كفر أصغر يقول يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفر عن مسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يقتل. أما الذين قالوا لا يكفر قالوا لا يقتل حدا ويغسل ويصلى عليه ويكفر عن مسلمين في مقابرهم. وأبو حنيفة قال يحبس، يحبس حتى يتوب أو يموت، يحبس ويعذر يجلد ويضرب ويحبس حتى يترك في الحد حتى يموت أو يصلي. والجمهور قال والآخرون قالوا يقتل، عرفت نستتيب وإن تاب وإلا قتل، قطعنا رقبته ونغسل ونصلي عليه. أما الصواب الذي عليه الجمهور أنه يقتل كفرا ولا يغسل ولا يصلي عليه ولا يتبع المسلمين في مقابله. الآن عرفنا الآن الحكم، نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. شوف الآن قال المؤلف رحمه الله حكم تارك الصلاة، وإنما تكلمت يعني في هذه المسألة لأن المسألة هذه عمت فيها البلوى. الآن هناك كثير من الناس والعياذ بالله صاروا لا يبالون بالصلاة. طيب من ترك الصلاة حتى خرج وقتها؟ حديث بريدة حديث البخاري من ترك الصلاة من ترك صلاة الوقت فقد حبط عمله، يدل على أنه يكفر. ومن ذلك الشخص الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس، الصلاة محددة وقتها في طبيعش في طلوع الشمس، ولو صلى الإنسان قبل دخول الوقت هل تصح؟ ما تصح. وإذا صلى بعد خروجها لا تصح إلا من عذر، وهذا لا عذر له، ليس نائم ولا معذور من عذر فيه ولا متعول ولا ناسي. أما الناس هذا معذور، إنما صلاة نصفها فلا صلى إلى الفجر. لكن إذا كان الإنسان متعمد يوميا ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس، يرتب الصلاة على العمل ساعة على العمل، يستقل مرة واحدة لعمله وصلاته وفطوره، يستقل حكمه. أفتى جمع من أهل عندي أنه يكون مرتدا لأنه لم يؤدي الصلاة في الوقت. ووصي بهذا سماحة الشيخ من الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه جمعنا وإياه في جنته، يوصي بأنه الشخص الذي لا يرتب الفجر إلا بعد الشمس دائما أنه كافر، لأنه لم يؤدي الصلاة، ما أداها في الوقت إذا كان باستمرار. أما اللي تفوت فات الحرف وجعلها أسبابا توقظه، لكن فاتت عليه بدون اختياره هذا معلوم. لكن الشخص اللي ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس باستمرار حتى إنه لو نبه ما يريد الصلاة، هذا معناه تعمد تأخير الصلاة على الوقت، فالأمر جد خطير. نعم. يقول المؤلف رحمه الله واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل يعني في أحد الروايات، في روايته ولا المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه كفر أصغر، وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام، يعني بأي شيء يعني بهذا الحكم، بالخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به، يعني لا يكفر كفر أصغر، لكن يكفر كفر أصغر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القصد كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. يعني طائفة ثانية قالوا يقتل حجة مثل ما يقتل الزاني المحصن، مثل ما يقتل القاتل، هذا يقتل حجة. وتأول الخبر الذين قالوا لا يكفر، لماذا أجابوا عن الحديث بين العبد وبين كل ترك الصلاة؟ تأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، يقول لو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لقال جاحدا، الرسول ما قال جاحدا، كيف نجيب في كلام الرسول؟ قالوا من ترك الصلاة يعني
فقد كفر يعني من ترك الصلاة جاحدا لها. هذا تأويل أهل القول الثاني. قالوا عندنا دليل، دليلنا أن الله أخبر سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالأخلاق كافرون. قالوا إن المراد بقول تركت ملة قوم يعني تركته جاحدا له، ولا يلزم من ذلك أن يكون تلبس بالكفر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم، أي تركته جاحدا له وإن لم يكن تلبس بالكفر. وكذلك قال من ترك الصلاة جاحدا يعني من ترك الصلاة يعني جاحدا لوجوبها. لكن هذا التأويل ليس بظاهر، الصواب القول الأول. نعم. قل السائل كيف نجمع بين الحديث الذي فيه يدخل فيه الفقراء قبل الأغنياء ب500 سنة وبين قولك إن الله عز وجل يحاسب الخلائق في وقت واحد؟ ما ينافي هذا، أقول ما في منافاة، يحاسبهم سبحانه وتعالى ويفرغ منهم في وقت واحد، ويؤخر دخول الأغنياء، يتأخر دخول الأغنياء ويتقدم دخول الفقراء، لا منافاة. نعم، ما في منافاة. نعم. يسأل عن الفرق المبتدعة كالخوارج المعتزلة ونحوهم، هل يخلدون في النار؟ ايش يسأل عن ايش؟ يسأل عن الفرق المبتدعة. نعم. المبتدعة كالخوارج المعتزلة ونحوهم، هل يخلدون في النار؟ مبتدعة، هؤلاء عند أهل العلم مبتدعة. الخوارج سبق الكلام فيهم، وأن جمهور العلماء على أنهم مبتدعة، والصحابة عاملهم معاملة مبتدعة كما بين ذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن العلماء من كفرهم، ورواية عن الإمام أحمد تحتم بين النصوص التي فيها أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ لا يلاقيكم لا أقتل من قتل عاد، شبههم بعاد وهم قوم كفار. لكن الجمهور على أنهم مبتدعة، والمعتزلة كذلك مبتدعة، من العلماء من كفرهم، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. نعم. هذا يسأل عن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، هل هو خلاف لفظي أم حقيقي يترتب عليه أشياء في مسألة الإيمان؟ لا، ليس لفظيا من جميع الوجوه. شارح الطحاوي يقول أنه لفظي، والصواب أنه ليس لفظيا من جميع الوجوه، صحيح لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، لكن له آثار تترتب عليه. من آثاره أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب في السنة والكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. ولا يجب الإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى، بل الواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص وأن يوافق النصوص في اللفظ والمعنى. ومنها من الآثار التي ترتبت على الخلاف أو من ثمرة الخلاف فتح الباب لمرجئة المحضة، فمرجئة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور السنة فتحوا باب المرجئة المحضة، فلما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا الباب للمرجئة المحضة وهم الجهمية، فقالوا الأعمال ليست مطلوبة، ليست واجبات ومحرمة ليست محرمات. ومن آثار الخلاف ثمرة الخلاف أنها فتحوا الباب للفسقة والعصاة، فلما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان دخلت العصاة، فقال فيأتي السكير العربي فيقول أنا مؤمن فعامل الإيمان فإيمان أبي بكر وعمر، فإذا قيل لها أبو بكر وعمر عنده أعمال عزيزا قال الأعمال شيء آخر، لكن تصديقي وتصديق أبي بكر واحد، الإيمان هو التصديق. من الذي فتح الباب هذا لهم للفسقة؟ مرجئة الفقهاء. ومن ثمرة الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، مرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء ويقولون لا تقل إن شاء الله، وإن قال إن شاء الله هو شك في إيمانه، لأن الإيمان تصدق القلب، وإن تعلم أنك مصدق هل تشك في إيمانك؟ هل تشك أنك مصدق؟ لا تشك، كما أنك لا تشك في أنك قرأت الفاتحة أو أنك تحب الرسول وتبغض اليهود، فلا تشك في تفصيله. أما جمهور السنة فيقول بس فيها تفصيل، إن قصد الإيمان الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع، وأما إن قصد أن الإيمان شعب متعددة
تدخل فيه الأعمال كلها والأقوال، ولا يذكر الإنسان نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه ويجري على نفسه. فلا بأس فإنه في هذا يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هذا راجع إلى الأعمال والأقوال. الأعمال شعب الإيمان متعددة، الواجبات كثيرة والمحرمات كثيرة، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فكل سفر راجع إلى الأعمال. وكذلك أيضا إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فجمهور السنة يجيزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار، أما ورقية الفقهاء فيمنعون. وبهذا يتبين أن الخلاف ليس لفظيا كما يقول شرف الطحاوية، وإنما له آثار تترتب عليه، وإن لم يترتب عليه فساد في العقيدة. نعم. يقول أهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم لا ينامون. نعم. وكيف الجمع بينها بينهم بين هذا وبين قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ ما يلزم القيلولة، ما يلزم القيلولة، ما يلزم منها، ما يلزم منها النوم. نعم. يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الكبائر؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام عدة شفاعات، فشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، وشفاعة أهل الجنة بإذن الله في دخولها خاصة به، وشفاعة في تخفيف العذاب عن أمر أبي طالب خاصة به، وشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة. هناك شفاعات مشتركة، الشفاعة في من دخل النار نخف منها مشتركة له ولغيره عليه الصلاة والسلام، شفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها، شفاعة في قوم تساوت حسنات ومسيئات وللمشتركة. نعم. هذا يسأل عن الفرق بين حساب النقاط وحساب العرض. نعم. مثل ما سبق فأما من وقت الكتاب وفي أن يحسب الحاسب الحساب يسير المرض بالعرض تعرض عليه أعماله ولا يناقش، أما من نقش الحساب فقد عز فإنه يناقش ويسأل فيعدل. نعم. يقول هل الحوض غير الكوثر؟ من العلماء قال انه هو الكوثر، والصواب ان الحوض في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر نحو بالجنة يصب فيه ميزابان يصب من الكوثر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض في موقف الكوثر والكوثر في الجنة يصب فيه ميزابان. نعم. يقول هل القسم الرابع من الشفاعة هو الشفاعة لرفع الدرجات أهل الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة فيها الكلام، الشفاعات المشتركة هي الشفاعة في خروج العصاة من النار، أما هذه تحتاج إلى تعمل المراجعة. نعم. يسأل عن ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة في قوله في الإيمان، هل رجع عنه أم لا؟ لا، ما رجع عنه. وحنيفة له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان عليه جمهور أصحابه أن الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، وأما الأعمال فليست من الإيمان. والرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان هو حكم زائد مطلوب ولكن ليس من الإيمان. وهذه الرواية الثانية توافق مذهب الشاعرة والمقرئين، فتكون الإيمان له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، الرواية الثانية أن تصديق القلب فقط دون قول اللسان. وأول من قال بالإرجاء أن الأعمال ليست دخلت المجتمع، أول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سلمة شيخ الإمام أبي حنيفة. نعم. هذا يسأل عن أذكار المساء، هل تقال بعد العصر أم بعد المغرب؟ أقول بعد العصر، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بعد العصر وبعد الفجر، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس وإلى غروبها. وإذا لم يستر الإنسان بعد العصر وقال بعد المغرب فلا حرج إن شاء الله. نعم. هذا يسأل يقول عن مدى صحة أخبار المهدي المنتظر. الحديث التي وردت في المهدي أنواع، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع، لكن الحديث يعني
المهدي. المهدي المهدي خروجه ثابت، الحديث ثابت، الحديث في خروج المهدي ثابتة لا شك فيها. لكن هناك حديث ضعيفة، هناك حديث صحيحة وهناك حديث حسن. نعم. والمهدي هو أول علامات الساعة الكبرى، أول الساعة الكبرى خروج المهدي، وهو محمد بن عبد الله المهدي كما جاء في الحديث، رجل اسمه كسر النبي صلى الله عليه وسلم وكليته كليته، محمد بن عبد الله المهدي من ولد فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويبايع له في وقت بين الركن والمقام، في وقت ليس للناس فيه إمام. المهدي ما يقاتل الناس، لا، وإنما يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام كما جاء في الحديث. والحديث من الصحيح ومن الضعيف، لكن خروجه، لكن الحديث ثابت فيها في خروجه. نعم. يقول هل لكل نبي حوض أم نعم؟ نعم، في بعض الحديث أنه لكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكثرها وأحلاها وأكثرها واردة. جعل الله وإياكم من الواردين. نعم. يقول من أين يخرج يأجوج ومأجوج؟ من جهة الشرق كلها، يأجوج ومأجوج والدجال كلها من جهة الشرق، خلت الخارج من بين الشام والعراق. نعم. تقول كيف التوفيق بين الأحدين، حديث الشفاعة لأهل الكبائر ولا حديث المكفر على تارك بعض الواجبات كالصلاة وغيرها؟ إيش إيش؟ كيف التوفيق بين حديث الشفاعة لأهل الكبائر ولا حديث المكفر على تارك بعض الواجبات كالصلاة وغيرها؟ يعتبرون كفارة. نعم. لا، ما في منافاة. الحديث التي فيها تكفير تارك الصلاة معناها ليست معصية، صارت الصلاة كفر، وإنما الشفاعة تكون لمن فعل المعاصي دون الكفر، أما من فعل الكفر فليس له شفاعة. من سب الله وسب الرسول عليه الصلاة ومن فعل ذلك أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسله ليس له شفاعة إذا ما فعل ذلك. من اعتقد شريكا لله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، أو اعتقد أنه يستحق أحد العبادة غير الله سبحانه وتعالى، هذا لا شفاعة له إذا ما فعل ذلك. من أنكر أمر معلم من الدين بالضرورة، من أنكر ملك من الملائكة أو نبيا من الأنبياء، أو قال إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، أو إنه قال إنه بعده نبي، أو أنكر البعث أو الجنة أو النار، هذا لا شفاعة له. أو أنكر أمر معلوم بالدين بالضرورة، من أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، أو أنكر أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم عروق الولد، هذا كافر. وكذلك من ترك الصلاة كافر، هذا فعل المكفر. من فعل المكفر لا شفاعة له، لكن من مات على المعاصي التي دون الكفر هذا له شفاعة إذا كان مات على التوحيد والإيمان. نعم. هذه بعض الأسئلة وردت عبر شبكة المعلومات من أمريكا وبريطانيا وغيرها. يقول السائل في حفظكم الله وأثابكم يا شيخ، ما ردكم على من قال إن العمل ليس ركنا في الإيمان، واحتج بحديث يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولم يدخل العمل؟ نعم، الحديث يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا بد أن يعمل. إذا مات على التوحيد والإيمان لا بد أن يعمل، والصلاة شرط في صحة الإيمان كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. المؤلف سيتكلم عن حكم تارك الصلاة، من ترك الصلاة فليس بمؤمن، فالصلاة شرط في صحة الإيمان، وعلى هذا من ترك الصلاة وهو قادر فلا يكون مؤمن. يعني لا بد من العمل، لا بد أن ينطق الشهادتين ويعمل، لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح. والحديث فيها ثقيل، من قال لا إله إلا خالصا من قلبه، لا، من قال لا إله إلا صادقا، بعضها مخلصة وبعضها غير شاك، وبعضها قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من العمل. نعم. وكذلك هذا يسأل يقول هل يثبت لله صفة الهبوط، فقد جاء في الحديث أنه هبط إلى السماء الدنيا؟ نعم، إذا صح الهبوط معنى النزول، الهبوط معنى النزول، إذا صح، إن صحت اللفظة تثبت، وإن لم تصح تثبت النزول. وهذا السؤال قبل الأخير يقول كيف نرد على من يقول الإيمان في القلب إذا أنكرت عليه في معصية من المعاصي، وهل يعتبر قائل هذه العبارة من المرجئة وجزاكم الله خيرا؟ هذا
كلمة حق أريد بها باطل. إذا قال الإيمان في القلب نقول الكفر في القلب والنفاق في القلب. إذا وجد الإيمان في القلب انبعثت الجوارح على الأرض. والواجب على الإنسان ألا يقول هذا بل يقول جزاك الله خيرا وإن شاء الله سوف أعمل ويقبل الحق لا يعارض يقول الإيمان في القلب والكفر في القلب. وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الإيمان في القلب إذا وقر الإيمان في القلب انبعث جوارح العمل. يكونه يرد الحق بقوله الإيمان في القلب هذا باطل. الإيمان كما أن الإيمان يكون في القلب فالكفر يكون في القلب والنفاق في القلب. وإذا وقر الإيمان في القلب انبعث جوارح العمل. هذا لا 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 بهذه لا ينبغي المسلم أن يرد الحق بمثل هذا ويقول الإيمان في القلب. يقول جزاك الله خيرا. والمعصية دليل على ضعف الإيمان في القلب. إذا ضعف الإيمان في القلب جاءت المعاصي. نعم. وإذا قوي الإيمان وقوي الإخلاص وقوي الصدق في القلب أحرق الشبهات والشهوات جميعا. إذا قوي الإخلاص والصدق في القلب أحرق الشبهات والشهوات. وإذا ضعف الإيمان في القلب جاءت المعاصي جاءت الشبهات والشهوات. نعم. يقول السؤال الأخير نرجو منكم حفظكم الله توجيهنا إلى بعض كتب السلف لدراستها والنهل منها. نعم. كتب السلف كثيرة والحمد لله لكن المبتدئ يبتدئ بالرسائل صغيرة المبتدئ يبتدئ بالرسائل من رسائل الشيخ الإمام محمد بن الخطاب رحمه الله رسالة الأصول الثلاثة ورسالة كشف الشبهات والقواعد الأربع ثم كتاب التوحيد ورسالة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة في باب الأسماء والصفات وكذلك في الصحابة وفي الأعمال في باب الدين والأسماء هي رسالة عظيمة تكتب بماء البحر. ينبغي أن أوصف يعني طالب العلم أن يحفظها أولا كذلك أيضا يتلقى طالب العلم شيئا بعد شيء حموية لشيخ الإسلام والتدمرية والطحاوية وكتب سنة كثيرة كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الإيمان لابن مندة كتاب الإيمان لابن أبي شيبة كتاب الإيمان لأبي عبيدة القاسم بن سلام ورسالة بالمعنى الصابون لعقيدة السلف وأصحاب الحديث الإيمان بالضبط وكتب كثيرة في هذا يتلقى طالب العلم شيئا بعد شيء. واتق الله جميعا ورزق الله جميعا من الناس وعلى الصالح وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.